معي من الرياض الكاتب الصحفي حماد سهلي. مساء الخير، اهلا بك معنا سيد حماد. طبعا منذ امس الحديث عن دلاله هامه لهذه الزياره، اول زياره لترامب خارج البلاد، خصوصيه هذه الزياره، المواطن السعودي كيف ينظر لما يحدث اليوم، خاصة إذا ما بدأنا بموضوع فرص العمل، نتحدث عن مئات الآلاف بالبلدين طبعا. مساء الخير أخ ميسور، مساء الخير على الأخوة المشاهدين الكرام. لا شك أن المواطن السعودي والشاب السعودي والطالب السعودي الآن يستبشرون خير من هذه الزيارة، نظرا لوجود فرص عمل كثيرة، لوجود اتفاقات كبيرة ينتج عنها آلاف الفرص الوظيفية، واتفاقات دولية واتفاقات سياسية واتفاقات أمنية واتفاقات دفاعية. طيب في الأجواء عامة اليوم، يعني من المهم أن نقف عليها بخضم كل هذه الاجتماعات. الأجواء الكل يشعر بالسعادة والفرح، والكل يستبشر خير من هذه الزيارة التي تعود بالنفع على البلدين وعلى مجلس التعاون الخليجي. بس هناك طموحات أيضا للمواطنين السعوديين يعبرون عنها، يعني طبعا هم فخورون بطموحات وما سينتج وبدأ أصلا ينتج عنه من هذا مما يحدث، وثمة آمال أيضا تبقى ببعض القطاعات، ممكن من ضمنها موضوع التعليم بأنه يتم العمل عليها أكثر. طبعا التعليم جزء مهم، آلاف الطلبة السعوديين المبتعثين في الولايات المتحدة الأمريكية، تسهيل القبول في الجامعات الأمريكية، تسهيل دخول الطلبة السعوديين لأمريكا والسياح السعوديين للولايات المتحدة الأمريكية، كذلك الانتعاش الاقتصادي. الفترة الماضية مرت بركود، سواء العالم أجمع مر بركود اقتصادي، يطمح الشاب السعودي والمواطن السعودي أن يعود هذا الانتعاش بناء على الصفقات التجارية التي أبرمت مع الجانب الأمريكي اليوم. أنا أشكرك جزيلا، من الرياض الكاتب الصحفي حماد السهلي.